الكسب الحلال في الإسلام. الكسب الحلال ضرورة نادى بها الإسلام، حيث أحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع طريق من طرق الرزق الحلال، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ترك المسلمون البيع وذهبوا لأداء فرض الجمعة. وبهذا سن الإسلام أحكاما سبق بها كل الأديان، البيع حلال، الربا حرام، الرزق معلوم، الإسلام حق، الخمر رجس من عمل الشيطان.